مهرجان الشرقية الصحراوي رمل وسمر مهرجان ترفيهي بطابع صحراوي تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، يهدف لإبراز المنطقة الشرقية ومقوماتها واستقطاب السياح والزائرين من السعودية وأيضا خارجها. ينقل لنا مراسلنا سالم العجمي الصورة والصوت. حياك الله يا سالم، يا هلا وسهلا. يا أهلا، مساء الخير زميلة شذا، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة SBC. أمسي عليكم بالخير من شاطئ نصف القمر، حيث فعالية رمل وسمر. هذه الفعالية التي تقام تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه وتضم فعاليات وأنشطة مختلفة ما بين رياضية وتراثية، ومناسبة لجميع الأعمار ومناسبة للشباب وللعوائل وحتى للأطفال. الفعالية انطلقت في 2 مارس ومستمرة إلى 11 مارس من هذا الشهر. الفعالية بحقيقة شهدت حضور كثيف وزوار متواجدين، وعلشان ننقل لكم الصورة وكيف شافوا الحضور هذه الفعاليات والأنشطة المقامة في فعالية رمل وسمر، يسعدنا أن يكون معنا أحد الزوار. يعطيك العافية، تفضل عندي نتعرف عليك. تفضل عندي. الله يسلمك ويخليك. نتعرف عليك، طال عمرك. معك فاضل الفردان. حياك الله أستاذ فاضل. والأستاذ نتعرف عليك. حوراء. ودنا نسألكم كيف شفتوا فعالية رمل وسمر بطابعها هذا الصحراوي؟ الصراحة جدا جميل. في البداية سمعنا فيه وشفناه من السوشيال ميديا، فحمسنا زيادة الفيديوهات الموجودة، فقلنا يلا خلينا نبتدي ونشوف. لما جينا تفاجأنا المكان أحلى بالواقع من السوشيال ميديا، فالمكان مناسب للعوائل والتنظيم جدا ممتاز من الألف إلى الياء. أكثر فعالية لفتت انتباهك وحضرت لها؟ للأمانة الخيول. أكثر شيء حبيت أنا الخيول، وأنا من هواة الخيول. ايضا الاخت من هواة الخيول، ولا شد انتباهك فعاليه ثانيه؟ اكثر شيء شدني هنا هي فعاليه الخيول، حتى كان نفسي ان اركب خيل، بس زفتي هنا مره عالي كان في المهرجان. طيب قبل شوي كانت المسيره لمسيره الخيول وكان مشارك فيها فارسات، كيف شفتي المسيره وال يعني الرياضه اللي صارت للخيول؟ كان ودي ان اكون معاهم لان انا من محبين الخيول، فكان نفسي ان اجرب هالشيء هنا يعني. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك وسلمك. ايضا مستمرين معكم ومع مجموعه من الزوار. يعطيك العافيه، نتعرف عليك. اخوك عبد الله القري. حياك الله اخوي عبد الله. اخوي عبد الله، اول مره تحضر للفعاليه؟ لا والله هذا ثاني يوم، بالامس كنت متواجد وما اكتفيت صراحه. جمال الامسيه والسمر في نصف القمر كنا مشتاقين فيها ومن زمان عنها. أحيوها ما شاء الله، الله يعطيهم العافية هيئة الترفيه والقائمين على الجهود وكافة الطاقم. كيف شفت الفعاليات الموجودة في رمل وسمر؟ صراحة جذبني عدة أشياء، منها التطعيس يعني بأعلى مستويات السلامة، فريق متكامل يعني متواجد معاهم، الجميع يشارك بأمان وسلام، والجميع يعني بقرب من الفعالية يستمتع بالمشاهدة صراحة. أخوي عبد الله، مثل هذه الفعاليات مثل هذه المهرجانات كيف تشوف دورها في إبراز السياحة السعودية وجذب السياح للمنطقة؟ طبعا دائما صراحة في جملة كانت تنقال، من جمل الصحراء إلى طيران الفضاء. اليوم ما شاء الله متفوقين ومتطورين دائما، والحمد لله يعني أبرزنا المملكة وأبناء المملكة في جهودهم، والأصالة اللي موجودة كانت في نفس الحفل ما شاء الله، الخيول، الأسهم، التطعيس، البحر والسماء. طبعاً أنت قاعد تتكلم عن الطيران، والآن يمر قبل شوي فوقنا الطيران الشراعي، بالإضافة إلى صعود الطعس، ممارسة الشباب لهواياتهم تحت ظل سلامة وأمن وأنظمة، كيف ترى أهميتها في أنها تشجع الشباب على أن يلتزموا بالأنظمة؟ جدا صراحة السلامة أهم شيء. أخذنا نموذج الحين هنا صراحة بأنه كافة السلامة متواجدة، بإمكان المستمتع الحضور تحت يعني إشراف أفريقيا متمرسة. وأضيف برضو في منظور الفضاء، في عندك هناك صراحة برضو جذبني ستار شوتينج اللي هو التلسكوب، بإمكانك مشاهدة القمر، وحنا في شاطئ نصف القمر، فأعتقد هذا الربط اللي كان يعني إقامة الفعالية في هذا المكان المكشوف خارج إطار المدينة، هل ترى بأنه كان مناسب فعلا
جدا. انا صراحه يعني من اول الفعاليات اللي اشوفها خارج نطاق المدينه، وبسم الله ما شاء الله يعني ما احتجنا حتى لاي ذهاب خارج النطاق الفعاليه هذه. كافه الاشياء كانت موجوده ما شاء الله، مطاعم، كافيات، دورات مياه الله يعزكم، مساجد، مصليات، وكله موجود صراحه. يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. شوف بكل تاكيد الصوره احيانا تبرز اكثر من الكلام ما يحدث في هذه الفعاليه من انشطه مختلفه، من فعاليات مناسبه لجميع الاعمار. الكثير يريد ان يتحدث حتى انه يقف امام او خلف الكاميرا الان، مجموعه من الشباب يريدون الحديث ولكن ضيق الوقت احيانا يمنعنا. زميله شذا لك الصوت والصوره.